نين كرلي من ومدا معكم أنا موجودة هون مع مصطفى نابلسي بالمؤتمر MTV Enterprise Forum. مصطفى كيفك؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. احكي لي عن فكرتك. احنا طبعا من مشروع أكادوكس. مشروع أكادوكس عبارة عن برنامج متكامل لإدارة الحياة الأكاديمية من الألف للياء. بدت معنا الفكرة لما كنا طلاب وكنا يعني في جامعة ملك فهد وعانينا من توفر أدوات كثيرة تشتت الطالب وتخليه يعني تقلل تركيزه من المهمة الأساسية واللي هي الامتياز في العالم الأكاديمي. وكمان سألنا وشفنا المشاكل اللي تواجه المدرسين أو الدكاترة في الجامعات، فلقينا صعوبة التعامل مع الأدوات التقنية وبنفس الوقت عدم المشاركة من الطلاب في هذه الأدوات. ففكرنا أن نعمل أكادوكس اللي هو عبارة عن منصة متكاملة بحيث الطالب والمدرس ممكن ينظموا الحياة الأكاديمية ابتداء من إنشاء المواد، الاختبارات، الواجبات وغيرها، وبنفس الوقت يكون الطالب عنده توثيق كامل لكل المراحل اللي بمر فيها، بحيث لما يخلص الدراسة الجامعية يكون عنده ملف شامل لكل الأشياء اللي هو أنجزها في خلال حياته الدراسية. بنينا على هذا خصائص التواصل الاجتماعي بحيث أن الطلاب والمدرسين يكون فيهم قنوات الاتصال أوضح وأسرع، وبنفس الوقت الطلاب ممكن والمدرسين يتواصلوا مع جامعات أخرى على نفس المنصة بحيث يوصل لانتشار معرفة أكثر وتحسين التحصيل المعرفي للطلاب، وبرضه تحسين العلاقة بين الطالب والمدرس من ناحية التفاهم. وليش عملت هذا المنتج؟ عملناه لأنه أول شيء إحنا عشنا هاي المشاكل كطلاب، وبعدين كمان شفناها مع المدرسين ومع الجامعات، فحبينا إنه نبدأ مشروع مطور في السعودية داخل العالم العربي، إنه نثبت إنه نقدر إحنا نحل هالمشاكل عن طريق منصتنا المتكاملة. وحكينا مع مدرسين، حكينا مع طلاب، وحكينا مع جامعات، ف جمعنا هذه المشاكل وحاولنا نحلها عن طريق أكادوكس. وشو خطط التسويق؟ خططنا طبعا التوجه إلى الجامعات والكليات في المملكة أولا وبعدين في العالم العربي، بحيث أنه إحنا نقدم لهم خصائص إضافية عن المنصة المفتوحة حاليا. المنصة حاليا مفتوحة بالعربي والإنجليزي للطلاب والمدرسين بإمكانهم الدخول والتسجيل على الموقع. في حال الجامعة حبت أنه تأخذ خصائص إضافية من ناحية بعض التعديلات أو المتطلبات الخاصة من الجامعة، فهذا الطريق عن طريق الاشتراك معنا في الموقع ممكن يحصلوا على هذه الخصائص. وهل الموقع بيستعمل التواصل الاجتماعي؟ بالضبط، احنا أكادوكس مبني على مبدأ أنه تحسين التفاعلية بين أعضاء المجتمع الأكاديمي، وبالتالي استخدمنا بعض المبادئ الموجودة في التواصل الاجتماعي والشبكات الاجتماعية الحالية لتشجيع الطلاب والمدرسين ومدراء الجامعة أو المسؤولين في الجامعة على التواصل مع بعضهم البعض. طيب، وهون شو كان ردة فعل الجاجز؟ طبعا استفدنا كثير من الحكام والجاجز الموجودين في المسابقة، أعطونا نصائح مفيدة. أهم نصيحتين ممكن إحنا نركز عليها اللي هي توجه للعميل أو التكلم مع أكبر قدر من الجامعات، وبرضو نصيحة تانية هي التركيز على جزء معين من اليوزرز أو الكاستومرز، بحيث أنه كشركة ناشئة ما يتشتت الواحد في عدة مجالات يعني. وشو خطوة جاي لكم؟ طبعا احنا تم استخدام البرنامج من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في ثول، والحمد لله كان يعني استقبال جيد من أعضاء الجامعة ومن الطلاب والمدرسين. الخطوة الجاية إنه نروح على جامعات المملكة نتواصل معها، نسوي معها لقاءات ونشوف إيش الأشياء اللي ممكن نحسنها في البرنامج أو في المنصة، وبرضو التواصل مع الطلاب والمدرسين في أنحاء المملكة على أساس يعطونا الرؤية عن الموقع أو عن البرنامج. الخطوة الثانية أنه نبدأ عملية البحث عن المستثمرين وبداية الشركة نفسها كشركة ناشئة. يعني إحنا مدعومين من جامعة ملك عبدالله Seed Fund Program،
فحنخلص إن شاء الله ويصير عندنا يعني شركة. إن شاء الله. شكرا كتير لوقتك. يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا.